إذن نمر للنظرية الخامسة اللي هي نظرية التعلم المعرفية، واللي هي اللي بدا كيعتمدها المغرب. إذن هذه نظرية التعلم المعرفية بالنسبة للتطور التاريخي ديالها أو وقت ظهرات، كتعتبر هي أحدث نظرية سوسيولوجية. إذن كذلك هذه النظرية المعرفية تحل المعرفة بدل السلوك، يعني كتقول لك يعني مع التعلم ما عندوش علاقة بالسلوك أولا بالذات ديال المتعلم، كيف ما يعني أولا بالمبدأ ديال المثير أو الاستجابة. يعني كتقول لك التعلم كينبني على المعرفة. إذن هذه النظرية المعرفية لغات نظرية التعلم السلوكية اللي شفناها هي الأولى. كذلك هذه النظرية كتركز على المعلم، يعني كتقول لك أن وعي المعلم بالمعرفة فهو يزيد من المعرفة، يعني يزيد هذه تعود على المعرفة أو لا يزيد من المعرفة. ومن أهم المبادئ ديال هذه النظرية هي مبدأ المعلومات، يعني كيقول لك يعني التلميذ أو المعلم يعني ضروري أنه ما يكتسب يكون مكتسب واحد المعلومات باش يقدر يكون منتج، او لا يعني يقدر يوصل المعلومة ويبسطها للمتعلمين بواحد النجاعة. ونمر النظرية السادسة واللي ربما هي اخر نظرية غادي نشوفه، اذا هي النظرية التحليلية النفسية، والرائد ديالها هو فرويد، يعني الفيلسوف فرويد. المبادئ ديالها هذه النظريه كتعتمد على ثلاثه المبادئ اللي عندنا: مبدا الهو والانا والانا الاعلى. بالنسبه للهو يعني هو اللاوعي او الغرائز، والانا اللي هو الوعي او الذات المتكلمه، والانا الاعلى اللي هو الضمير او القيم الاخلاقيه. هذه النظريه كتقول على ان الأستاذ لازم أنه يحدث واحد التوازن ما بين هذه المبادئ الثلاثة، يعني الأنا والأنا الأعلى والهو. إذا بالنسبة له باختصار، يعني هو هذيك الغرائز أو هذوك التصرفات اللي كيقوم بهم التلميذ بلا وعي، التصرفات أو الأجوبة دياله في وسط الحصة. اي تلميذ يعني يقدر يدير واحد الرياكسيون او لا شي فعل اللي يقدر يكون مخالف للمبادئ والاخلاق ديالنا، يعني ما خصش الاستاذ يقمعه. او بمعنى اخر يعني ضروري الانسان ما كيمر بهاد الثلاثه ديال المبادئ اللي هو الهو والانا والانا الاعلى. يعني انا نعطي مثال، يعني تقدر تسول التلاميذ في بعض الحصص يعني على شي سؤال، ويقدر شي واحد فيهم بلا ما يشعر انه يجاوب بالدارجه او لا يقدر يخرج من فمه شي كلمه، يعني هي تكون عباره على جواب ولكن هذيك الكلمه مخصصش تقال وسط القسم لانها كتخل بالمبادئ. هذا هو الهو، يعني هو الله شعور وهو الغرائز ديال التلميذ. بالنسبه للانا يعني اللي هو الضمير، هو التلميذ يعني اللي عفوا الانا اللي هو يعني الوعي او الذات المتكلمه. يعني هو التلميذ ملي كيبدا يهضر في المضارع يعني تيكون واعي، عارف شنو كيقول وكيقرا الكلمة جوج المرات في راسو عاد كيخرجها. أما بالنسبة للضمير اللي هو الأخلاق أو المبادئ والقيم، يعني هو الأنا الأعلى، يعني هذاك الشيء اللي رباه عليه التلميذ، اللي رباه عليه والديه، يعني الإسلام، هذاك الشيء اللي كاين في المجتمع اللي كيشوفه. إذا كيفاش الأستاذ خاصو يحدث واحد التوازن بين هاد المبادئ بثلاثة؟ يعني ملي يكون واحد التلميذ كيقوم بواحد الفعل اللي هو فطري او لا غريزي، ما خصكش تقمعه، يعني خليه يعبر يعني كيف ما بغى، ولكن ماشي تعطيه الوقت كامل، يعني تدوز الحصة فيها نص ساعة مقطع من حصة، او تدوز انت هذيك جوج سوايع كاملة كتقريهم وانت معتمد غير على اللهو، تخليهم يلعبوا وينقزوا ويخسروا الهضره الى اخره. لا يعني خص يكون واحد التوازن، شويه من هذه شويه من هذه شويه من هذه.
اذا ملي يعني التلميذ كتخليه يعبر بالغرائز ديالو على هذاك الشيء، يعني بحال كديري واحد الذوبة ذهنية كيخرجوا كل شيء اللي عندهم، كتبدا تلقى عليهم في المعرفة تماك فين كتبدا في الانا، يعني التلميذ كيولي معاك واعي، ويعني كيولي معاك في المضارع، يعني ما كيبقاش غير كيقوم بواحد ردة الفعل يعني بلا ما يشعر او شي حاجة، كيولي متبع معاك. وكذلك الى بقيتي فقط في الانا، يعني في الواقع يعني التلاميذ غادي يعيوا، يعني تبقى عليهم انت غير بالالقاء الالقاء، والحصة يعني غادي تمر متعبة، يعني مشوية من اللي كتسالي من الانا خصك تدوز للانا الاعلى، هادشي على حساب ما كيقول فرويد، يعني خصك تدوز للانا الاعلى واللي هو الضمير، كتخلي التلاميذ انهم يستوعبوا داكشي اللي قريتيهم في الدرس، وكيدخلوه لروسهم وكيربطوه بالقيم والقيم الإسلامية وبداكشي اللي ربوه عليه والديهم. إذا باختصار هنشوفوا هاد النظريات بالسبعة أولا بس اللي شفناهم. إذا عندنا أول حاجة نظرية التعلم السلوكية، قلنا أنها ظهرت سنة 1912 بالولايات المتحدة الأمريكية من الرواد ديالها، كان عندنا واتسون وسكينر وبافلوف. مبدأ السلوك يعني هذا من المبادئ ديالها، وأهم مبدأ هو مبدأ المثير والاستجابة، يعني تحفز التلاميذ على شي حاجة، وعطينا المثال ديال داك الكلب. كاين عندنا ثاني نظرية التعلم الجستالتية اللي قلنا الرائد ديالها هو فورتهايمر وكوهلر وكوفكا، هي نظرية ألمانية على أيين. مهم كتقولك هاد النظرية ما خصناش نقسمو المعرفة، يعني خصنا نقراوها للتلميذ كاملة. ومن المبادئ ديالها هو مبدأ الإدراك والاستبصار. كاين عندنا كذلك نظرية التعلم البنائية اللي من الرواد ديالها جون بياجي، اللي من المبادئ ديالها كذلك عندنا مبدأ الاستيعاب والتلائم، كتقولك على أن التعلم كاين أصلا في ذات المتعلم، وكتنباني على المكتسبات السابقة للمتعلم. عندنا كذلك نظرية التعلم السوسيوبنائية اللي بحالها بحال البنائية، فقط هي جديدة عليها زادت بعض المصطلحات، اللي ربطت هذه المعرفة بالمجتمع أو بالمجموعة داخل القسم، يعني بحال العمل بالمشروع، أو يعني ضروري خص التلميذ يكون في صحة الرباعة باش يتعلم. كان عندنا كذلك نظرية التعلم المعرفية اللي هي أحدث نظرية سيكولوجية، واللي هي كيعتمدها المغرب حاليا، اللي جات هي أصلا ألغات نظرية التعلم السلوكية، وكتركز يعني على المعلومات اللي كتكون عند المعلم باش يوصل لهذيك المعرفة للتلاميذ. كاين عندنا النظرية التحليلية النفسية اللي الرائد ديالها هو فرويد، اللي كتقول كاين مبدأ اللي هو الأنا والأنا الأعلى، وخص الأستاذ يحدث واحد التوازن بين هاد المحددات الثلاث، أو ما بين هاد المبادئ اللي هو اللاشعور والوعي والضمير. إذا هنا غادي نكون سالينا المجال الفرعي الثاني اللي كان كيهدر على نظرية التعلم، احنا مازال يعني غاديين على حساب التوصيف بالترتيب. فالفيديو الجاي إن شاء الله غادي نشوفو المجال الفرعي الثالث اللي كيهدر على طرائق التدريس وأساليب التدريس، يعني غادي نشوفو إن شاء الله كل وحدة على حدة. ومن هنا تما كنقول لكم الله يعاونكم والله يوفق، ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.